يا صباح الخير والهنا والسعادة على حضراتكم مشاهدين، أهلا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة وصباح مي، وصباح على حضراتكم وعلى زمايلي خلف الكاميرات وعلى زميلي مايكل منصور اللي هنتشارك الصباح النهاردة. صباح الخير يا مايكل. صباح الفل يا نرمين، وصباح الخير أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامج صباح مي، وحلقة النهاردة الثلاث الموافق 16/4 لعام 2024. يا رب أيامكم كلها تكون بخير وسعادة وسلام. الجو اتحسن، جو بقى لطيف، يمكن في شوية زعبير وأتربة كده، لكن خلاص احنا أيام بتفصلنا خلاص على الربيع، ولكن يعني إن شاء الله الأمور تكون في أفضل حال. فقرتنا إيه النهاردة نرمين؟ هنبدأ مع حضراتكم زي ما احنا متعودين بأولى فقراتنا، فقرة الأخبار اللي بنتابع فيها نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي وأهم الأحداث اللي بنمر بيها. فقرتنا التانية بتكون فقرة الصحافة اللي بنحلل فيها أبرز المنشطات في الصحف المحلية والعالمية. بيسعدنا وشرفنا يكون موجود معانا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الستار حتيتة. الفقرة الثالثة والأخيرة النهاردة بقى هنروح كده مع حضراتكم لجولة تاريخية، هنتعمق في السياحة والأثار، وزي ما احنا عارفين إن السياحة من أهم مصادر الدخل القومي. أماكن كتير بنكون عارفين وروحنا وشفنا وتفرجنا قد إيه الدنيا بتبقى جميلة هناك، ويعني السياح بتيجي مخصوص من يعني مصر زاخرة بالأماكن السياحية. بعض الأماكن كده بيبقى لازم نلقي الضوء عليها، لأن يعني نعمل لها كده زي إنعاش، أو إن احنا يعني نشوف بقى إيه الجديد تاني أو إيه اللي ما نعرفوش عن المناطق دي. النهاردة هنتكلم عن وادي الملوك بالأقصر، وأكيد ناس كتير جدا راحت الأقصر وشافت الأماكن هناك، يعني الدنيا هناك حلوة ازاي، وقد ايه السياح بيبقوا مبسوطين من وجودهم في الأقصر. صحيح، يعني النهاردة هناخد مع بعض جولة في عاصمة مصر القديمة، هنروح لطيبة، هنروح الأقصر. ولو اتكلمنا عن محافظة الأقصر احنا اعتقد محتاجين سنين، يعني محافظة الأقصر يعني زاخرة بالمعالم، طريق الكباش، وادي الملوك، وادي الملكات، معبد الكرنك، في حاجات كتيرة جدا 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 موجودة في الأقصر. أجمل حاجة وأمتع حاجة لما بنتكلم عن آثار بلدنا وتاريخ بلدنا، صح ولا أنا مين؟ صحيح. النهاردة هتكون معانا فقرة خاصة عن وادي الملوك بالأقصر، وهنتجول ونعرف بقى الحاجات اللي ما نعرفهاش. صحيح، معانا فقرة الآثار هتكون معانا عبر الهاتف ضيفنا الكريم، هيكون دكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار لمكتبة الإسكندرية. كل ده وأكتر، لكن نطلع فاصل، وبعد الفاصل خليكم معانا. مرحب بحضراتكم من جديد، وناخد مع بعض الخبر الأول. الخبر بيقول أدانت قادة مجموعة الدول الصناعية السبع بالإجماع بالهجوم الإيراني على إسرائيل، وطلبوا جميع الأطراف بضبط النفس، وشددوا على أنهم سيواصلون جهودهم للعمل على وقف التصعيد بالمنطقة، مع ضرورة اتخاذ تدابير لوقف إطلاق النار بغزة، مع التعهد بتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية لغزة. وعشان نعرف تفاصيل أكتر معنا على الهاتف دكتور رامي الجالي مدرس السياسة والاقتصاد. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا مايكل بي. في البداية دكتور، قبل ما نتكلم عن الخبر، عايز أقول للناس إيه المجموعة الاقتصادية السبع؟ طيب، يعني هو في البداية بس علشان المشاهد يبقى يعني معانا على الخط، المجموعة أو الجي 7 أو مجموعة السبع العظمى، يعني هي مجموعة اقتصادية مكونة من سبع دول. السبع دول دول تم تأسيسهم، أو المجموعة تم تأسيسها في 1973، وكانت القمة الأولى ليها في 1975. عضوية الدول ديت هي ألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا واليابان وأمريكا، دول السبع دول أو الجي 7. يمكن هي كان لحد 2014 كمان كان اسمها الجي 8، وكانوا 8 دول قبل استبعاد روسيا في 2014 على يعني خلفية أحداث شبه جزيرة القرم. دول السبع دول الموجودين حاليا. مجال عملها مش بيقتصر على الموضوعات الاقتصادية أو مناقشة الاقتصاد فقط، وإنما كمان هي بتهتم بموضوعات أخرى زي السلام والبيئة والأمن وما شابه. طب يا دكتور معلش، هذه الدول السبع بيتم اختيارهم على أي أساس؟ يعني نظرا للأمور الاقتصادية، هل ده طبقا لمعايير البنك النقدي الدولي؟
لا هي مش معايير البنك النقد الدولي، هي القوى الاقتصاديه طبعا، ولكن فيما بينهم داخليا، هي تجمع زي تجمع بريكس مثلا. فهو ده اتفاق داخلي ما بين الدول وبعضها، انه يعني تبعا لقوه الدول الاقتصاديه، فبيتم اختيار الدول ديت او تم اختيار الدول دي بالفعل. تحياتي لحضرتك دكتور رامي. ويعني مجموعة الدول السبع عقدوا اجتماع عبر الفيديو كونفرنس أدانوا في الهجوم الإيراني الإسرائيلي، وشددوا على ضبط النفس وتأثير ده على الشرق الأوسط. ممكن إزاي يا فندم ده يأثر على الشرق الأوسط؟ طيب، يعني هو في البداية احنا زي ما قلنا انه المجموعة مش بتهتم بس بالموضوعات الاقتصادية، وانما كمان موضوعات السلام والأمن وغيره. ده عشان بس نوضح يعني ايه دخل او سبب تدخل المجموعه في الاحداث الايرانيه الاسرائيليه الاخيره. تاثير ده على منطقه الشرق الاوسط او اسباب ده حتى كمان على منطقه الشرق الاوسط وتوابعها، انه احنا عندنا الدول دي معظمها هيتاثر اقتصاديا بسبب القرار ده، او العالم كله ممكن يتاثر اقتصاديا بسبب قرار زي ده. وده بسبب انه يعني الدول دي بتنتج تقريبا 45% من الدخل القومي العالمي، وبتتحكم في اكتر من 60% من صافي الثروه العالميه، وده برغم يعني او برغم الحجم الصغير او التعداد السكاني الضئيل لسكانها. يعني هم يمكن بيشكلوا حوالي 15% او سوري 10% من سكان العالم، ولكن بيأثروا في 60% من الثروه العالميه، او بيتحكموا في 60% من الثروه العالميه. منطقه الشرق الاوسط هي منطقه مهمه جدا بالنسبه للجي 7، وده بسبب طبعا الوضع الاقليمي للمنطقه والوضع الجغرافي للمنطقه، وكمان بسبب يعني تقريبا المنطقه بتتحكم او بتنتج في حوالي تلت انتاج النفط العالمي. طب ده يا دكتور يخليني اسال حضرتك، هل هذا الهجوم ياثر بشكل كبير على سعر النفط بشكل عام؟ ممكن يعدي ال $100 بالنسبه للبرميل، وكمان بتكلم عن الذهب؟ يعني ال $100 او من غيره دي يعني صعب التكهن بها حاليا، لان احنا تقريبا بنتكلم النهارده في مؤشرات او في معدلات تقترب من ال 90 دولار. يعني النهارده العقود الاجله بالامس الخام برنت كانت عند مستويات $90 للبرميل، ف $100 مش رقم بعيد طبعا، بالعكس رقم قريب جدا. وده بسبب يعني مجموعه من الاسباب اللي اهمها طبعا هو الاحداث الاخيره او احداث ايران واسرائيل. احنا عندنا كمان اسعار النفط الفتره اللي فاتت او من بدايه من 2024 ارتفعت بحوالي 16% من بدايه السنه. الاسباب زي ما قلت لحضرتك، اول حاجه استمرار اتفاقيه خفض الانتاج المعمول بيها حاليا، وده اللي بيضغط اكتر بالسلب على جانب العرض وبيقلل المعروض من النفط في السوق العالمي. استمرار كمان الطلب، وده اللي ظهر بشكل كبير في تعافي مؤشرات الاداء الاقتصادي العالمي، ده هيضغط باستمرار على جانب العرض اكتر انه يبقى اقل، وجانب الطلب هيزيد بشكل كويس. كمان الاحداث الاخيره هتشارك في ده، لانه احنا زي ما قلنا منطقه الشرق الاوسط بتنتج حوالي تلت الانتاج العالمي من النفط، فبالتالي يعني كلما تصاعدت المخاطر الجيوسياسيه في المنطقه او في منطقه الشرق الاوسط، بالتالي هتتصاعد معها اسعار النفط. فاتوقع طبعا ان حاجز $100 للبرميل مش بعيد طبعا. صحيح. طيب دكتور رامي، يعني ده ممكن يأثر على الفيدرالي الأمريكي ورفع سعر الفايدة؟ يعني هو بالنسبة للفيدرالي، فيعني احنا كنا نأمل الفترة الجاية انه يبقى فيه مزيد من الخفض لمعدلات الفايدة، ولكن يعني كل المؤشرات او المعطيات الموجودة حاليا بتقول انه غالبا مش هيبقى فيه خفض تاني خلال السنة ديت. يمكن الفيدرالي عنده اجتماع في 1 مايو، يعني كنا بنتوقع الاول انه هيبقى فيه خفض ولو بـ يعني بنسب طفيفه. يمكن اللي بيحصل ده اتوقع انه لا، يعني وكمان ان عدد كبير من اعضاء الفيدرالي الامريكي اعلنوا الايام والاسابيع اللي فاتت انه معدلات التضخم ما زالت مرتفعه في الولايات المتحده الامريكيه، فبالتالي يعني ده بيضغط اكبر على الفيدرالي انه مش هيبقى فيه قدره كبيره على خفض معدلات الفائده في العام ده. تطور الاوضاع السياسيه والامنيه في المنطقه في منطقه الشرق الاوسط هيضغط اكتر على اسعار الفايده انها ترتفع، كمان مع تذبذب اسعار النفط عالميا. فده اتوقع يعني بشكل كبير انه الفيدرالي يا اما هيلجا لرفع معدلات الفايده حتى ولو بنسب بسيطه، يعني اتوقع 25 نقطه اساس او ربع في الميه
في الاجتماع الجاي. صحيح، نتمنى طبعا الامور تكون في افضل حال، وطبعا بنطلب يكون في ضبط للنفس، لان طبعا العالم كله بيسير في مركب واحده. بشكرك جدا دكتور رامي الجالي مدرس السياسه والاقتصاد. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم فقره الاخبار، لكن بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم مره تانية، ولسه مكملين معاكم فقره الاخبار. المتحدث العسكري قال استمرار لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوات الجويه بتسقط اطنان من المساعدات الانسانيه والاغاثيه على شمال قطاع غزه خلال ايام عيد الفطر الماضيه. اسقطت القوات الجويه اطنان من المساعدات تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس القائد الاعلى للقوات المسلحه بتكثيف الجهود لدعم الاشقاء الفلسطينيين ونقل المساعدات الانسانيه والاغاثيه العاجلة لسكان القطاع. نفذت القوات الجوية المصرية خلال أيام عيد الفطر الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، واللي شملت عشرات الأطنان من المواد الغذائية والطبية في ظل الأزمة غير المسبوقة اللي بيعاني منها جزء كبير جدا من سكان القطاع أو سكان القطاع جراء استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة. هنروح نتابع التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكثيف الجهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة لسكان قطاع غزة، نفذت القوات الجوية المصرية خلال أيام عيد الفطر المبارك الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والتي شملت عشرات الأطنان من المواد الغذائية والطبية في ظل الأزمة غير المسبوقة التي يعاني منها السكان جراء استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة. يأتي ذلك تزامناً مع الجهود والمساعي المصرية للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وتأمين تدفق المساعدات عبر معبر رفح البري، والتعاون والتنسيق مع كافة القوى الإقليمية والدولية لإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كافية ومستدامة للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون بقطاع غزة. زي ما شفنا في التقرير، جهود مصرية مكثفة بتقوم بيها مصر لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. إحنا المزيد من التفاصيل هيكون معانا دكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء. صباح الخير يا دكتور. صباح النور عليك أستاذ نرمين وعلى أستاذ مايكل وعلى كل السادة المشاهدين. صباح الخير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب والصحة والسلامة. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني عايزين نعرف بقى ايه الاوضاع الحاليه في القطاع والجهود المصريه زي ما شفنا قبل ما حضرتك او قبل المداخله اللي بتوصل لقطاع غزه. والله يمكن احنا مستمرين في تقديم المساعدات الانسانيه لقطاع غزه، و
استقبال المصابين وتقديم الخدمات سواء داخل قطاع غزة أو داخل محافظة شمال سيناء، أو حتى استقبال المساعدات سواء كان عبر البر أو عبر البحر أو عبر الجو. ويمكن كمان زي ما تكلمنا معاكم في مداخلات سابقة أنه دائما مصر بتقدم خدمات نوعية بشكل مختلف، يمكن آخرها الإنزال الجوي اللي بيحصل بشكل مستمر سواء من خلال استقبال المساعدات في الجنوب أو الشمال قطاع غزة، زاد أنه طوال شهر رمضان لمدة 29 يوم متواصلين احنا كنا بنقدم يوميا لا يقل عن 30,000 وجبة ما بين سحور وافطار لقطاع غزة، وكان ده بيقوم عليه شباب متطوعين بيواصلوا العمل الليل بالنهار من اجل ايصال هذه المساعدات يوميا. يا دكتور 30,000 نعم. وجبة يوميا يوميا. طب بس خليني في البداية عايز اقول حاجة دكتور واخلي حضرتك تكمل. يعني كل التحية والتقدير والاحترام للناس اللي احنا مش بنشوفهم، للجنود المجهولة، للناس اللي بتشتغل كمان وهي صايمة، للناس اللي كانت بشغالة كمان وقت العيد. يعني انتوا يمكن ما حدش بيتكلم عليكم، لكن انتوا فعلا من يوم 7 اكتوبر لحد النهاردة لغاية الدقيقة اللي بتكلم فيها وانتوا بتعملوا مجهود كبير جدا، مؤسسة الهلال الأحمر وجميع المؤسسات اللي بتقدم مساعدات والأشخاص اللي مش بيبانوا في الصورة، كل التحية والتقدير. ربنا يبارك فيك. وخلينا نقول انه ده يعني ده دور اصيل بتقوم به الهلال الاحمر واصدقائنا من كافه المؤسسات الثانيه، سواء التحالف الوطني، مصر الخير، بنك الطعام، كل اصدقائنا. احنا يمكن احيانا الشباب بيفطروا مع بعض على الطريق او بيفطروا على المعبر من كافه المؤسسات من اجل حاجه واحده بس، انه ايصال المساعدات لقطاع غزه، وانه هو ده الدور اللي دائما بتقوم به مصر بكافة أطيافها سواء كان منظمات مجتمع مدني أو قطاع خاص أو حكومة. يمكن كمان كنا دائما أو خلال شهر رمضان بالكامل ما كانش مجرد بس أن احنا بنعمل الوجبات دي سواء كان إفطار أو سحور، لكن كمان كنا بنقدم كافة الخدمات المرافقين والمصابين اللي في سيناء اللي تقريبا يقدر عددهم بحوالي 2000 ما بين مرافق ومصاب موجودين في شمال سيناء، واللي الدولة بتوفر لهم كافة الأماكن الإقامة. كمان أيام العيد قام الشباب بمبادرة ممتازة جدا برضو بالتنسيق مع أصدقائنا من كافة المؤسسات، أن هم عملوا كعك العيد مخصوص وقاموا بتوزيعه على كافة المرضى والمرافقين الموجودين داخل المستشفيات والاستشفاء وأماكن الإقامة، وكانوا ومع الأطفال كمان لعب وهدايا بحيث أنهم لهم ما حسسهمش كمان أنهم في غربة، بالعكس ده هم يعني بيحاولوا يعيشوا معاهم لحظة العيد. صحيح. دكتور خالد، يعني من خلال ان حضرتك عايش الموضوع وشايف الحجم من المساعدات اللي بيوصل قد ايه، المساعدات اللي بتوصل قادرة ان هي تغطي الاحتياجات ولا في يعني محتاجين المزيد؟ خلينا نقول انه ده يمكن في اخر زيارة للأمين العام للأمم المتحدة والزيارة الثانية اكدنا مرارا وتكرارا انه المساعدات اللي بتوصل لقطاع غزة ما هي الا نقطة في محيط الاحتياجات، لأنه أنت بتتكلم على 1.5 مليون أو 2 مليون نازح داخل قطاع غزة تركوا ديارهم وكل شيء وأصبحوا في العراء، فبالتالي مهما إحنا قدمنا من مساعدات هذا لا يغطي الاحتياجات اللي هي موجودة في قطاع غزة، لأنه بحسبة بسيطة هم محتاجين في اليوم الواحد فقط لا يقل عن 500 شاحنة عشان يشربوا مية بس، لا غير الغذاء وغير الدواء وغير الحاجات اللي هي الثانية. يمكن في زيادة مستمرة في معدل دخول الشاحنات بداية من يوم 8 أكتوبر لغاية اليوم، يعني معدل دلوقتي وصل لغاية 300 شاحنة، لكن برضو ما زال في مشاكل في أولا عدد الشاحنات قليل، ثانيا التوزيع داخل قطاع غزة ودي مش مسؤوليتنا احنا، بيكون لا يصل إلى مناطق زي الشمال قطاع غزة
وده طبعا بسبب عبء كبير او ازمه ثانيه فوق الازمه اللي هي موجوده. صحيح. دكتور، اهم الحاجات اللي بتحرص عليها الدوله المصريه في المساعدات او الاولويات، يعني مثلا الاولويه بتكون للدواء، للحاجات المعلبات، للحاجات النواشف اللي مش بتبوظ، ايه اهم الامور الاشد احتياجا اللي بيحتاجوها اخواتنا الموجودين في قطاع غزه؟ والله يمكن يعني انا بشرق على السؤال، ولكن هي الاحتياجات بتتغير من وقت للتاني ومن فتره لاخرى، وخاصه انه احنا دلوقتي داخلين على اكثر من 6 شهور للازمه وهي ما زالت مستمره، ويمكن الاحتياجات دي دايما زي ما ذكرت معاكم في لقاءات سابقه في اداره للازمه بتتم بين الهلالين الاحمر المصري والفلسطيني ووزاره الصحه الفلسطينيه والمصريه وبتنسيق من المركز العام للهلال الاحمر المصري في القاهره لارسال كافه الاحتياجات اولا باول، ودي احنا بنرسلها لاصدقائنا من جمعيات الهلال والصليب على مستوى العالم، ولكن كل فترة معينة لها احتياجات تختلف عن الفترة الأخرى، لكن خلينا نقول أنه التحدي الأساسي اللي هو موضوع المساعدات الطبية والأدوية والأغذية اللي هي يعني محتاج تدخل بشكل مستمر بشكل مباشر في ظل يعني تقريبا تعطل كافة المستشفيات والمراكز الصحية الموجودة داخل قطاع غزة. يعني ربنا يقويكم يا فندم، وبنتمنى طبعا السلام والأمن لكل المنطقة. دكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، كنت معنا على الهاتف يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. ودلوقتي أعزائي المشاهدين نطلع فاصل، وبعد الفاصل خليكم معنا. أن صوت المصريين يصل مسامعي، وأحلامهم هي ذاتها أحلامي. لازم أرتب ورق البلد دي حتى تكون دولة ذات شأن. كان بيعاني الشعب المصري من غياب العدالة الاجتماعية وعدالة التنمية بعد ما وصلت معدلات الفقر في مصر ل 26.2%، وبلغت نسبة الفقر في الريف ل 51% عام 2013. علشان كده كانت الأولوية للدولة المصرية تحسين حياة المصريين. في مقدمة تحركات الدولة المصرية في ملف العدالة الاجتماعية كانت مبادرة حياة كريمة، أكبر مشروع قومي في تاريخ الدولة المصرية، ويعد أكبر مبادرة إنسانية تنموية في التاريخ الحديث. وهدفها تحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري بتكلفة تقديرية للمشروع بالكامل أكثر من 1 تريليون جنيه. المشروع بيستهدف 4800 قرية في 22 محافظة، وبيستفيد منه 60 مليون مواطن من سكان الريف المصري. تم إطلاق المبادرة في يناير 2019، ومع انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة بلغ إجمالي الخدمات المقدمة للأسر 8400 وصلة مية شرب، 6300 وصلة صرف صحي وتركيب 11000 سقف، 9500 منزل تم رفع كفاءته لحد مارس 2023، والمرحلة الأولى تم تنفيذها بالكامل بتكلفة 13.5 مليار جنيه. ونتيجة للتدخلات اللي قامت بيها المبادرة انخفض معدل الفقر في عدد كبير من القرى بنسبة 14%، وانخفض معدل الفقر العام في مصر بنسبة 2.8% عام 2020 مقارنة بعام 2018. المبادرة ما اشتملتش على البنية التحتية وبس، لكن اشتملت كمان على الجوانب الثقافية والصحية والرياضية وتمكين اقتصادي وتدخلات إنسانية، علشان القرية اللي تخلص نبقى متأكدين إن الفقر مش هيرجع لها تاني. من 2014
اهتمت الدولة المصرية بتوفير حزمة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأكثر احتياجاً، شملت تنمية الأطفال ورعاية المسنين وذوي الهمم والعمالة غير المنتظمة، بالإضافة لدعم نقدي مباشر للأسر وصلت قيمته في 2022 ل 106 مليار و 600 مليون جنيه. أبرز إنجازاتنا كان برنامج تكافل وكرامة اللي أصبح حالياً أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في مصر والمنطقة العربية، وبيستفاد منه 5 مليون و 200 ألف أسرة، يعني حوالي 20 مليون مواطن. بعد ما كان عدد المستفيدين من كل برامج الدعم النقدي من الحكومة في 2014 حوالي 1,700,000 أسرة، يعني بزيادة 205.9%. وبعد توجيهات من السيد رئيس الجمهورية زادت قيمة معاشات أسر تكافل وكرامة مرتين في عام 2023، بالإضافة لرفع المعاشات 10 مرات من 2014، ونتيجة لده زادت قيمة إجمالي المعاشات المصروفة في 2022 لحد ما وصلت ل 294 مليار جنيه. برامج التضامن الاجتماعي شملت كمان ذوي الهمم، وتم تقديم دعم نقدي لمليون ومئة ألف شخص. كمان اتحركت الدولة لحماية الأسرة والشباب والنشأ، وكانت النتيجة انخفاض نسبة تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 8% ل7%، وتم إطلاق حملة أنت أقوى من المخدرات. كمان تم تقديم الخدمات العلاجية لحوالي 72 ألف مريض إدمان. ومن 2020 الوضع اختلف، والاحتياج للمظلات الاجتماعية تضاعف بعد أزمة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وكنا قد التحدي، فرفعنا المخصصات المالية المقررة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة من 343 مليار في 2021 لحد ما وصلت ل 529 مليار في موازنة 2023. ولسه مع كل يوم بيعدي البلد بتثبت إنها في مواجهة أي أزمة هتكون لشعبها درع وحماية، وهو ده أصل حكايتنا، حكاية وطن. برحب بحضراتكم من جديد وناخد مع بعض الخبر اللي بعده. الخبر بيقول صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 19 لسنة 24 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين الذي وافق عليه مجلس النواب. وعشان نعرف تفاصيل أكتر حول هذا الخبر معنا عبر الهاتف معالي النائبة نجلاء بخوم عضو لجنة التضامن بمجلس النواب. صباح الخير معالي النائبة. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على السادة المشاهدين وعلى الشعب المصري كله. منورانا في صباح 100 يا فندم. شكرا، ربنا يخليك. عايزين يا فندم نعرف البداية فكرة عن القانون، وإيه الهدف من إنشاء هذا القانون، يعني كان إيه الدافع من إنشاء هذا القانون؟ هو فعلا صدق فخامة الرئيس على القانون، لأن في الواقع إن القانون بيعتبر من أهم القوانين التي تم سنها في لجنة التضامن الاجتماعي في التشريع في الفصل التشريعي الثاني. وطبعا الفئة مهمة جدا، لأن الفئة أثمت عمرها كله في تقديم رسالة أسرية ورسالة وطنية ورسالة إنسانية بدون أي مقابل، وإن في الواقع إن هي لم تحظى بأي تشريع من قبل. أهمية القانون تكمن في أنها حماية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية، وأيضا كمان الترفيهية والثقافية. ولكن في الواقع قبل ما ندخل في القانون، أنا أحب كمان أن أنا أنوه أن اهتمام فترة دي القيادة السياسية بالفئات المهمشة أو الفئات التي لا يذكرها أحد أو الفئات التي يخصها التشريع بصفة بسيطة، مثل مثلا المرأة والشباب والمعاقين وكمان المسنين.
فبنلاقي ان الفتره دي سنت مجموعه من القوانين، مثل مثلا قانون قادرون باختلاف اللي بيهتم بذوي الهمم، وكمان قانون التحالف الوطني اللي بيخدم عدد كبير من الاسر المعيله وفي المجتمع المصري. صحيح، تحياتي لحضرتك يا فندم. يعني زي ما حضرتك بتقولي ان الدولة دلوقتي بقت بتتجه اتجاهات كبيرة جدا ان هي ترعى الفئات الاولى بالرعاية وذوي الاحتياجات من مختلف الفئات زي ما حضرتك ذكرتي. قبل المداخلة شفنا قد ايه الجهود اللي بتقوم بيها القيادة السياسية لرعاية أصحاب المعاشات، ذوي الهمم زي ما حضرتك قلتي، المسنين. عايز أعرف من حضرتك أهم يعني الالتزامات اللي بتقوم بيها مصر حاليا لصالح المسنين. هو طبعا القانون في مجموعة من الحكمة كده القوية لصالح فئة المسنين، فمثلا على سبيل المثال اللي هو في مواد خاصة بمنح القانون إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة، وكمان رسوم الاشتراكات في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة. كمان القانون بينص على ان يسر عمليه التعاملات المسنين مع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه بتوفير نافذه خاصه للخدمات، لامكانيه حصولهم على الخدمات بطريقه سهله وبدون ازدحام. كمان ان القانون بيمنح المسنين معامله انسانيه في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمه والتنفيذ، وكمان متابعة لحالته العمرية والصحية. كمان القانون بيهتم كتير بالحالة النفسية لدى المسنين لتتمثل في الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل النفسي، إن هو بيطرق باب خاص بالتأهيل النفسي والاجتماعي الناتج عن اضطرابات نفسية من سوء التعامل أو الإهمال أو حتى من الانتقال من مرحلة عمرية إلى من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد. في الواقع إن القانون كمان بيهتم ببعض الأشياء اللي خاصة بوسائل الإعلام، مثلا إن مهم خالص إن إحنا نشوه بالصورة الإيجابية للمسلمين ونسلط عليهم الضوء لمساهمتهم الإيجابية. ده بخلاف طبعا توفير الرعاية الصحية والعلاج وفقا لقواعد التأمين الصحي. صحيح. اتفضلي يا دكتور، اتفضلي يا فندم. في الواقع ان القانون كمان عمل حاجة كويسة خالص للأسرة الأولى بالرعاية، للأسر الأولى بالرعاية، وهو ان الحصول على مساعدات ضمانات شهرية في حالة عدم حصولهم على معاش تأمين، ودي كانت نقطة مهمة خالص بالنسبة للمسنين. كمان ان هم عملوا لهم زي الكارت، او هنبتدي نعمل يعني زي الكارت كده اللي خاص بتخليص المصالح زي كارت الخدمات لذوي الهمم، هنعمل كمان كارت خاص للمسنين. طب معلنا ايه بقى، خلينا نتكلم على ارض الواقع. يعني مثلا نقول مثال، الناس اللي فوق السبعين او الناس اللي فوق الستين ليهم تخفيض بالنسبه للمواصلات او ممكن ما بيدفعوش خالص، ولكن فكره انه يقدر يطلع كارت لهذه المواصله الموضوع بيكون شاق وموضوع متعب. يعني احنا دلوقتي بنعمل عمليه تسهيل للمواطن، شخص مسن مش هيقدر يروح منطقه بعينها مسافه بعيده عشان يطلع كارت او كارنيه يقدر يركب بيه المواصلات، ايه اللي ممكن نقدمه؟ هل ده ينفع يتم مثلا عن طريق زيارات منزليه؟ هل ده مثلا يبقى الموضوع فيه رسوم مثلا وحد يبتدي يتعامل معاه للتسهيل؟ كويس. طبعا في مجموعه من التسهيلات كمان اللي هو بالشباك الواحد مثلا، ان احنا نقدر ان هو يروح على طول يخلص مصلحته يعني خدمته، ولكن كمان الحكومه يعني نصت في القانون على ان في اولويه لتوصيل المعاشات او توصيل الخدمات للمستحقين في مقابل للمستحقين من المسنين في مقابل يعني جزء مالي مقابل رسوم ماليه رمزيه يعني. فلا في اهتمام غير مسبوق في الحقيقه برعايه المسنين، وخاصه كمان الرعايه الترفيهيه، يعني ليهم ان هم يروحوا النوادي، ليهم ان هم يروحوا
بعض الأماكن الرياضية. صحيح. وبرضه بتكلفة مختلفة وتكلفة بسيطة. كون إن يكون في قانون للمسنين وليهم حقوقهم ومميزات ليهم، دي حاجة طبعا مشرفة. كل التحية والتقدير كمان لجهود الدولة ممثلة في فخامة الرئيس. بشكرك جدا معالي النائبة نجلاء بخوم عضو لجنة التضامن بمجلس النواب. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم فقرة الأخبار، لكن هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وبخصوص حالة الطقس والأجواء اللي بقينا بنمر بيها دلوقتي وتأثر البلاد بكتل هوائية جنوبية مع وجود مرتفع جوي بيمنع وجود السحب، تحذير من العواصف الترابية والرملية اللي بتؤثر على البلاد. علشان نعرف ايه اللي بيحصل اكتر في الجو دلوقتي ونصيف نفضل متقلين شوية، نعمل ايه بقى الفترة اللي جاية، هتكون معانا دكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي بالهيئة العامة للارصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضراتكم واهلا بكل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم، دايما منورانا. عايزين نعرف من حضرتك احوال الطقس ايه الفتره اللي جايه وازاي نتعامل بقى. هو طبعا احنا الفتره دي بنشهد ارتفاعات في قيم درجات الحراره في معظم محافظات الجمهوريه اعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين لثلاث درجات، والعظمى على القاهره الكبرى على سبيل المثال اليوم متوقع ان هي تكون 31 درجه مئويه، فبالتالي أجواء حارة فترة النهار بشكل كبير في أغلب المحافظات، أجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل. فإحنا هنلاحظ فرق الأول قيم درجات الحرارة بين النهار والليل كبير، يعني بتجاوز 10 وال 12 درجة مئوية في القاهرة الكبرى. بنيجي نلاقي الدفء فترة النهار بشكل كبير أو ارتفاع قيم درجات الحرارة، نيجي نلاقي البرودة خلال فترات الليل خاصة وقت الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر، وخاصة كمان في المدن الجديدة الأماكن المفتوحة المحافظات اللي بيكون لها ظهير صحراوي بشكل كبير. احنا طبعا بدأنا ارتفاعات تدريجية، ذروة الارتفاعات هتكون غدا الأربعاء إن شاء الله، أعلى درجة حرارة هنسجلها تكون بكرة الأربعاء واللي هتوصل 35 درجة مئوية عظمى على القاهرة الكبرى، ودي ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة بسبب تأثرنا بمنخفض جوي موجود في الصحراء الغربية بيؤدي لتأثرنا بالكتل الهوائية الجنوبية الغربية، فبالتالي ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة في معظم الأنحاء، لكن ده ارتفاع مؤقت يعني هيكون مدته الأربع بس
ومع يوم الخميس تعود تاني درجات الحرارة لل 29-30 درجة مئوية، فهتنخفض بحوالي 6 درجات عن يوم الأربع بإذن الله، لكن هتظل أيضا إحساسنا بالأجواء الحارة فترة النهار المائلة للبرودة فترة الليل. ننوه كمان مع حضراتكم على الأتربة والرمال المثارة، لأن متوقع غدا نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة في معظم محافظات شمال البلاد، وده ممكن يؤدي كمان لتدهور وانخفاض رؤية أفقية بشكل كبير في الصحراء الغربية وسواحلنا الشمالية الغربية. فبكرة كمان مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية وإحنا خارجين لازم نبتدي اهتمامات، لأن هيكون فيها أتربة ورمال مثارة. ومع يوم الخميس ترجع تاني الحالة الجوية مستقرة بشكل كبير، وهناخد بالنا خلال الأيام اللي جاية كمان من الشبورة المائية. الشبورة المائية اليوم كانت شبورة مائية كثيفة وأثرت بشكل كبير على الرؤية الأفقية، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس. كمان يعني احنا طبعا أروع مش هيكون عندنا شبورة مائية، لكن بعد كده الشبورة المائية تاني هتعود في الظهور فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر، وهتأدي لانخفاض في الرؤية الأفقية. فمن هنا كمان هننصح كل قائدي مركبات مسافرين على الطرق القيادة بهدوء تام مع أي ظاهرة جوية ممكن تأثر على الرؤية الأفقية، إذا كان الشبورة المائية أو حتى كمان وجود الأتربة والرمال المثارة اللي هتأثر علينا غدا إن شاء الله. وإحنا خلاص بدأنا النص الثاني من شهر إبريل، المعدلات الشهرية بتبدأ ترتفع، فالطبيعي إن إحنا هنلاقي ارتفاعات قيم درجات الحرارة فترة النهار، لكن لسه البرودة موجودة معانا فترات الليل. فمن هنا هننصح كل السادة المواطنين لو احنا خففنا الملابس فترة النهار، وده طبيعي فترات الليل يفضل تلاقي الملابس الشتوية الخفيفة الملابس الخريفية، لان لسه البرودة موجودة معانا في الجو حتى انتهاء شهر 5 يمكن كمان لمنتصف شهر 5. بنشكر حضرتك جدا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، دايما منورانا في صباح مي، كنت معانا على الهاتف يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. أعزائي المشاهدين كده خلصت فقرة الأخبار، هنطلع فاصل وبعد الفاصل هتكون فقرة الصحافة اللي بنحلل فيها أبرز المنشطات في الصحف المحلية والعالمية. سعدنا وشرفنا يكون موجود معانا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الستار حتيتة. نطلع فاصل وبعد الفاصل خليكم معنا. برحب بحضراتكم من جديد، وصلنا لوقت الفقرة الصحافة، بيسعدنا ويشرفنا يكون موجود معانا عبر الهاتف كاتب الصحفي الأستاذ عبد الستار حتيتة. صباح خير يا فندم. يا صباح النور، مرحبا، ودايما منورنا في صباح مي. الله يخليك يا غالي. ناخد مع بعض الخبر الأول، والخبر بيقول رئيس الوزراء يستعرض نتائج تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي عن مصر. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماع لاستعراض نتائج تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المعد لأول مرة عن مصر ضمن أنشطة البرنامج القطري المشترك بين مصر والمنظمة الدولية. وفي مستهل الاجتماع قالت الدكتورة هالة السعيد أن مصر وقعت بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء البرنامج القطري مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي OECD
ومشيرا أن التوقيع لهذا البرنامج هو خطوة مهمة للغاية، لا سيما إنما المنظمة الدولية تتعاون مع الحكومة المصرية في عدد من البرامج الإصلاحية والمشروعات مستعرضة في هذا السياق، مشروعات التعاون المشتركة بين المنظمة والوزارات المعنية. يمكن احنا في البداية عايزين نعرف التقرير اللي عرضته للمنظمة، ونعرف المنظمة دي بتشمل كام دولة وايه دورها، وماذا تشير هذا التقرير عن مصر والإصلاح الاقتصادي. معروف انها منظمة دولية معنية بالتعاون القطري ما بين الدول المختلفة، وتحاول بقدر الإمكان أن تضع التقارير لاستبيان وتوضيح الإجراءات التي تقوم بها السلطات التنفيذية في هذه الدولة أو تلك. لكن بشكل عام يمكن القول أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة تحاول بقدر الإمكان أن يعني تجعلها مقبولة لدى الرأي العام، تجعلها مقبولة لدى الأطراف المختلفة، وهذه محاولات يعني حثيثة بغض النظر عن النتائج. يعني يا أستاذ عبد الستار، تحياتي لحضرتك يا فندم، وهنروح مع بعض للخبر اللي بعده. وزير الخارجية بيستقبل كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة. استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجرد كاغا. وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن اللقاء تناول متابعة مستجدات جهود المنسقة الأممية لتنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب قرار مجلس الأمن 2720 لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. يعني عايزين نعرف من حضرتك يا فندم، كده استعرضت المنسقة العامة الجهود اللي بتقوم بيها، وعايزين نلقي الضوء على الجهود اللي بتقوم بيها مصر من بداية الحرب على غزة. الوضع طبعا في غزة سيء جدا، التحركات التي تقوم بها بعض الأطراف الدولية مع الدول الإقليمية هي تحركات ينظر إليها البعض باعتبار أنها تحركات تهدف إلى تحقيق مصالح معينة لبعض القوى الكبرى. تحاول بعض الدول أن تستغل أطراف في المنطقة لتحقيق أغراضها ولخدمة الحركة الصهيونية والحركة المالية العالمية حتى. لهذا يعني يؤسفني أن أقول أن التحركات الدولية ما هي إلا محاولة لتحقيق ما تريده بعض القوى الكبرى، وتحاول أن تستغل دول موجودة في المنطقة لتحقيق أهدافها. يعني للأسف لا يتحرك الكثير منهم من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني أو من أجل إنهاء الحرب، ولكن لتحقيق مصالح اقتصادية وتحقيق مصالح سياسية. صحيح. ناخد الخبر اللي بعده. الخبر بيقول موسكو تجدد دعمها لعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. جدد النائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغانوف خلال لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في الجزائر التأكيد على دعم موسكو التام لعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. وجاء في بيان الخارجية الروسية أن الجانب الروسي أكد موقفه المبدئي الثابت والداعم لطلب فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة. يمكن من ساعة بدأت الحرب في 7 أكتوبر وشفنا يمكن روسيا ما كانش ليها تصريحات كتيرة، ولكن شايفين دلوقتي تصريح موسكو بالدعم الكامل وثبوت ودعم عضوية فلسطين للأمم المتحدة. حضرتك شايف الخبر ده ازاي يا فندم؟ والله شايف ان الروس زيهم زي الصينيين وزي الايرانيين بيحاولوا يعني يحولوا المأساة اللي فيها العالم العربي الى ملهاة بالنسبة اليهم. يعني يحاول كل طرف منهم استغلال الوضع المزري الذي تمر به المنطقة العربية ويمر به الشعب الفلسطيني وعمليات القتل والإبادة التي تتعرض لها قطعان كبيرة من المواطنين الأبرياء. تحاول روسيا أن تصطاد في الماء العكر مثل الإمبراطورية الفارسية ومثل الإمبراطورية الصينية طبعا، وعلى رأسهم طبعا المجتمع الغربي. يعني يحاولون استغلال الوضع المأساوي للفلسطينيين وللعرب عموما لتحقيق مكاسب وللتواجد على الساحة وللضغط على بعض الأطراف الأخرى، يعني سواء كان الروس أو غير الروس للأسف.
هنروح للخبر اللي بعده أستاذ عبد الستار. ديفيد كاميرون بيحث إسرائيل على التصرف بذكاء وعدم التصعيد التوترات مع إيران. حث وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إسرائيل على التصرف بذكاء وعدم تصعيد الصراع من خلال شن غارة انتقامية على إيران. بتشير تصريحاته إلى أن المملكة المتحدة لن تشارك في هجوم على إيران، ولكنها ستواصل الدفاع عن إسرائيل إذ تعرضت لمزيد من الهجوم. يعني يا فندم، الصراع أو العلاقات الإيرانية الإسرائيلية من 1947 لغاية دلوقتي مرت بأربع مراحل أو مراحل يعني عديدة، كانت في الأول خلاف وبعدين الدنيا بقت هادية شوية والأوضاع بقت كويسة، بعدين تدهورت ووصلنا للوضع الحالي. رؤية حضرتك للأحداث الجارية إيه يا فندم؟ رؤية سيئة للأسف الشديد. يعني يؤسفني أن أنا أكون محبط النهاردة للمستمعين وللمشاهدين، لأن الوضع سيء للغاية سواء في المنطقة أو في الإقليم بشكل عام. أنا رأيت حين أعلنت إيران عن اعتزامها توجيه ضربة بالطائرات المسيرة وبالصواريخ الموجهة إلى إسرائيل، يعني في المبادئ العامة الحرب تعتمد على الخدعة وتعتمد على المباغتة وعلى المفاجأة. يعني كان من المثير ومن المضحك أن يتم الإعلان عن موعد توجيه الضربة وكل تلك التفاصيل التي رأيناها. يعني إيران كما ذكرت حضرتك لها علاقة مع إسرائيل، هذه العلاقة سواء كانت يعني ظاهرة للعيان كما كان في الماضي أو لا تظهر للعيان كما هو في الوقت الراهن، علاقة من التعاون الوثيق، علاقة من التنسيق المشترك ليس بين إيران وإسرائيل فقط ولكن بين إيران وإسرائيل والمجتمعات الغربية بشكل عام. ورأينا كيف يتم منح إيران مليارات الدولارات المجمدة إعادة فكها مرة أخرى، والكل يرى أن إيران تتمدد في المنطقة العربية ولا يفعل شيئا، يعني كثير من الأمور. لكن يوسفني أن أقول أن من ضمن اضمحلال وضعف المجتمعات العربية أن كثير من القيادات اليسارية والشيوعية والليبرالية والكارهة للنظم الدينية والنظم التي تتخذ من الدين ستارا كانت تنتظر بنوع من السعادة توجيه إيران لضربات لإسرائيل. طبعا أصيبوا بعد ذلك بالإحباط بعد ما شافوا أن الوحيد الذي أصيب أو قتل هو طفل فلسطيني أو طفل عربي من صحراء النقب. أما كل الطائرات المسيرة اللي بعتتها إيران وكل الصواريخ اللي بعتتها إيران ما أدتش حتى لإصابة مواطن إسرائيلي واحد. لهذا أنا أعتقد أن إيران وروسيا والصين والمجتمعات الغربية طبعا كلها تحاول استغلال الضعف العربي وتحاول أن تستثمر فيه وأن تحقق من ورائه مكاسب. صحيح. عاوز كمان أسألك سؤال في نفس الخبر برضو، يعني شايف التصريح كده يحمل شقين عكس بعض. يعني المملكة المتحدة بتقول لن تشارك في الهجوم على إيران ولكن ستواصل الدفاع عن إسرائيل. حضرتك شايف هذا التصريح الرنان الجميل، يعني هشارك ولا مش هشارك، هضرب ولا دافع، شايف الجملة دي إزاي؟ والله بتفكرني التصريحات البريطانية وبتفكرني بالعدوان الثلاثي على مصر سنة 56 لما اللي دافع عن إسرائيل واللي وقف مع إسرائيل واللي حارب مع إسرائيل ضد الدولة المصرية كانت فرنسا وبريطانيا بحجة القناة السويس وما أشبه ذلك. المجتمعات الغربية لديها إصرار، طبعا دلوقتي مع إسرائيل أمريكا بشكل كبير بالإضافة لبريطانيا وفرنسا، من يشجع على إسرائيل ويشجع على التواجد العسكري الغربي في المنطقة هي بريطانيا وفرنسا وأمريكا ومعظم الدول الأوروبية، ويبدو أن هناك قوى دولية وإقليمية أخرى تحاول أن تستثمر في هذا الموضوع زي روسيا وزي الصين وزي إيران وزي تركيا حتى. يعني هذه الإمبراطوريات وهذه القوى الإقليمية تحاول أن تستغل الوضع السيء الذي أصبحت على في المنطقة بسبب التدخل الغربي العسكري عن طريق الحركة الصهيونية وعن طريق إيجاد إسرائيل من سنة 48 حتى اليوم. تحاول هذه القوى أن تستفيد وأن تحقق مصالح للأسف الشديد. صحيح. ناخذ الخبر اللي بعده. الخبر بيقول الكريملين يدعو دول الشرق الأوسط لضبط النفس على خلفية التصعيد الأخير. قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكريملين أن روسيا تستشعر بقلق عميق بشأن الوضع في الشرق الأوسط
وتؤدي التسويات السياسية والدبلوماسية. وأضاف أيضا بيسكوف في تصريحات للصحفيين ردا على طلب للتعليق على الوضع في المنطقة بعد أن ضربت إيران إسرائيل، إننا نشعر بالقلق في تصاعد التوتر في المنطقة وندعو جميع الدول المنطقة إلى ممارسات ضبط النفس. شايف برضو هي مجرد تصريحات أو جمل رنانة، ولكن يعني احنا شفنا زي ما حضرتك سردت بالضبط يعني السيناريو أو المشروع أو الفكرة اللي تمت على مدار كام ساعة، فكرة توجيه ضربات لم تصيب أي شخص ولا حتى مبنى ولا شفنا أي حاجة. شايف التصريح إزاي؟ أما الروس مثيرين للاستغراب طبعا، لأن الروس القوات الروسية مع القوات الإيرانية موجودين في سوريا منذ سنوات، ومع ذلك تتعرض المواقع في سوريا لضربات من جانب العدو الصهيوني ودولة إسرائيل كل فترة وأخرى. يعني عمليات الضرب تتم بشكل مستمر حول دمشق، في بعض المدن السورية الكبرى، في أماكن كثيرة. ومع ذلك لا الروس ولا الإيرانيين يبدون نوعا من القدرة على الدفاع عن الدولة السورية. يعني لماذا أنت تتواجد على الأراضي السورية ولا تحقق ولا تدافع عن هذه المنطقة؟ بالعكس، يوجد قوات أمريكية في شمال سوريا، توجد عمليات اصطياد للنفط من الأراضي السورية عن طريق الأمريكان وعن طريق الأتراك، يعني الروس والإيرانيين يحصلون على حصة من الكعكة السورية، والأتراك والأمريكان ومعهم الغرب يحصل على حصة أخرى من الكعكة السورية من الشمال السوري. لهذا تصريحات المسؤول الروسي هي تصريحات مجرد استهلاك يعني للكلام، وغير جادة بالمرة، ولا تغني ولا تسمن من جوع، لأنها لا تخدم الأهداف العربية ولا الأهداف ولا حتى متوازنة فيما يتعلق بمحاولة الوصول إلى تحقيق بعض الأهداف العربية. صحيح. يعني احنا كده يعني خلصت فقرة الصحافة. بشكر حضرتك جدا على هذا التحليل الراقي جميل. بشكر أستاذنا الأستاذ عبد الستار حتيتة. مشاهدينا خلصت فقرة الصحافة، وهنروح مع بعض لفقرتنا الثالثة والأخيرة، فقرة السياحة والأثار. هناخد حضراتكم كده في جولة تاريخية لوادي الملوك بالأقصر. هنشوف الأجواء، إيه اللي بيجذب السياح هناك، إيه أكتر المعالم اللي ممكن السياح أو إحنا كأبناء برضو للبلد نفسها إن إحنا نعرف حاجات ما كناش نعرفها قبل كده، أو معلومات أو حاجات تاريخية ما نعرفهاش قبل كده، ولا إيه يا مايك؟ صحيح. هنطلع النهاردة نتكلم عن الأقصر، وزي ما قلت في بداية الحلقة الأقصر دي محتاجة يعني نتكلم سنة عن الأثار اللي موجودة فيها. والنهاردة نتكلم عن وادي الملوك، وكمان نتكلم وادي الملكات والكرنك، ونتكلم عن يعني قصص جميلة عن القدماء المصريين. وهيكون ضيفنا عبر الهاتف دكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الأثار بمكتبة الأسكندرية، والمشرف على مركز الدكتور زاهي حواس للمصريات. نطلع فاصل، وبعد الفاصل خليكم معنا. أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وصلنا معاكم لفقرتنا التالتة والأخيرة، وزي ما كنت بقول هنروح معاكم لجولة تاريخية أثرية لأكتر المناطق الأثرية في العالم كله. أكتر يعتبر أكبر جبانة، هي بيطلق عليها كده، أكبر جبانة في العالم أثرية، بتتمتع جدرانه بألوان يعني تحس إن الألوان لسه مرسومة دلوقت، مع إنها مرسومة من آلاف السنين، لكن لو رحت وادي الملوك هتحس إن الألوان على الجدران لسه مرسومة دلوقتي. احنا بنتكلم عن وادي الملوك، أكتر الأماكن شهرة ومحط أنظار جميع الوفود السياحية والأجنبية المصرية. وادي الملوك بالأقصر تلك المنطقة اللي دفن بيها معظم الملوك الأسرات الثامنة عشر والتسعتاشر، يعني التمنتاشر والتسعتاشر والعشرين من عصور الدولة الحديثة، حوالي 1550 قبل الميلاد. الوادي بيقع على البر الغربي لنهر النيل. ليه اختاروا وادي الملوك مكان منعزل؟ كانت الآثار زمان أو المقابر زمان بتتسرق في أيام المصري القديم، كانت بيسرقوا المقابر، فاختاروا مكان منعزل لراحة الملوك. احنا هنعرف أكتر عن وادي الملوك ونتعمق بقى بمعلومات دقيقة من خلال دكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية والمشرف على مركز الدكتور زاهي حواس للمصريات. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا أستاذة نرمين، زي حضرتك، كل سنة حضرتك كده.
صباح الخير يا دكتور، ودم منورنا مايكل. زي حضرتك، كل سنه وانت طيب. طيب يا فندم. اجمل حاجه واحنا بنتكلم عن تاريخ مصر، واتكلمنا يعني النهارده رايحين محافظه ثريه وغنيه بالمعالم والاثار، يعني محافظه الاقصر. واعتقد كنت بقول قبل الفاصل الاقصر لوحدها محتاجه يعني عشرات السنين عشان نقول جزء بسيط من اللي فيها. بس النهارده هنتكلم عن وادي الملوك، وبنتكلم كمان عن حاجه اثريه جميله موجوده في البر الغربي. زي ما نرميك بتقول في البدايه، ليه يا دكتور البداية اختاروا المكان البعيد ده في البر الغربي؟ هو طبعا وادي الملوك او وادي بيبان الملوك هو وادي موجود في مصر، واستخدم على مدار 500 سنة للدفن، لدفن الأسرة المالكة في عصر الدولة الحديثة، تحديدا يعني بين القرن الثالث عشر والحادي عشر قبل ميلاد السيد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لتشييد مقابر النبلاء والملوك الفراعنة في هذه الفترة الممتدة زي ما استاذة نرمين قالت، من الأسرات 18 و19 و20 عصر الدولة الحديثة، عصر الإمبراطورية في مصر القديمة. يعتبر مكان مميز جدا يا أستاذ مايكل للدفن، نتيجة طبعا وجود هذه الكتلة الصخرية الكبيرة المتميزة الصالحة للنحت، أو نقدر نقول النقر في الصخر، لعدد كبير جدا من المقابر يصل عددها لحوالي 63 مقبرة، أشهرهم طبعا مقبرة الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون، المقبرة رقم 62. وإحنا طبعا عندنا وادي الملوك بينقسم إلى جزئين، الوادي الشرقي هو الأشهر اللي فيه كل المقابر الملكية، والوادي الغربي وفي مقبرة طيب. معلش يا دكتور الحتة دي الصوت كان بيقطع، حضرتك قلت الوادي الشرقي والوادي الغربي. الوادي الشرقي والوادي الغربي يا فندم. فاحنا عندنا الوادي الشرقي اللي هو الأشهر اللي فيه كل المقابر الملكية، وخصوصا مقبرة الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون، لكن الوادي الغربي فيه عدد محدود من المقابر تعتبر من أشهرهم مقبرة الملك آيس. دكتور تقصد بالشرقي والغربي شرق النيل وغرب النيل، ولا كمنطقة في نفس المنطقة؟ ثقافيا هو الوادي نفسه سعادتك متقسم لجزئين، الشرق منه حضرتك اللي هو الاشهر اللي تقدر تقول حضرتك قريب من النيل او قريب من الوادي، والغرب الى الغرب من الوادي الشرقي نفسه سعادتك. يعني هو متقسم جزئين، الشرق منه اللي هو قريب لينا احنا ناحيه النيل وناحيه الوادي، والغرب الى الغرب من الوادي الشرقي حضرتك. وبيسموه احيانا يعني وادي القرود، على اساس ان في مشهد شهير جدا من احد كتب الدينيه ممثل فيه القرود، فنسب اليه هذا الاسم اللي هو الاسم الثاني اللي هو وادي القرود او الوادي الغربي في مقبره الفرعون الملك فطبعا المقابر اللي هناك تعتبر يعني مقابر متميزه جدا جدا. وادي الملوك ده بالنسبه لنا اعظم مكان اثري في العالم. الاقصر طبعا زي ما حضرتك ذكرت تعتبر يعني متحف مفتوح سواء البر الشرقي او الغربي. مقدمه لان دي طبعا من الاماكن التي يعني احتفظت وما تزال في المقابر الملكية العظيمة زي مقبرة تيتي الأول، زي توت عنخ آمون، عندنا عدد كبير من المقابر، احنا 63 زي ما قلت، لكن المفتوح للزيارة حوالي 16 مقبرة، وتعرض بقى بانوراما تاريخية وحضارية ودينية بتؤكد على عبقرية المصريين القدماء في العمارة وفي فن النحت وفي الزخرفة وفي الديانة. يعني حضرتك تروح أستاذ مايكل هناك تشوف أكن حضرتك بتشوف تاريخ الديانة المصرية القديمة، التتابع بتاع الملوك، عقائد الدفن، الجمال، الالوان وروعتها، رغم بقالها من 1500 سنه قبل الميلاد تقريبا، صحيح يعني حوالي 3500 سنه، ما تزال يعني بالالوان الزاهيه الجميله اللي تؤكد على عبقريه الفن المصري القديم عبر العصور. دكتور حسين، يعني فكره وجود مقبره جماعيه للملوك، وازاي ان انا كسايح مثلا ببقى رايح شايف ان حقبه تاريخيه متجمعه كلها في مكان واحد، ده بيكون تاثيره ازاي على النفس نفسها؟ هو طبعا هنا بنسميها جبانه جماعيه لافراد والملوك بتوع الاسره ال 18 وال 19 و 20، ده في حد ذاته يعتبر شيء عظيم جدا، لانه بيتيح للزائر يعني التجول ورؤيه والاستمتاع بهذه المقابر والمناظر بتاعتها، ويشوف عقائد الدفن والعالم الاخر والافكار الخاصه في الحياه الاخرى في العالم الاخر في مصر القديمه، وكذلك الكتب الدينيه الشهيره اللي هي كانت موجوده في مصر القديمه زي كتاب الإيد باطل اللي هو موجود في العالم السفلي، او كتاب البوابات، او كتاب الكهوف. كل هذه الكتب الدينيه ظهرت في
الدولة الحديثة بشكل كبير جدا داخل هذه المقابر الملكية كي تؤمن رحلة الملك المتوفى في العالم الآخر. فإحنا بنشوف بانوراما دينية فنية جمالية مليئة بالرغليف الجميل، مليئة بالمناظر الجميلة، بالرمزية، بالدلالات، والناس تقعد تشوف هذه الأشياء وتقعد تأمل جمالها وتفسر هذه النصوص، ونعرف كثير جدا جدا عن معتقدات المصريين القدماء وإيه هذا الشعب المصري العظيم كان يعشق العالم الآخر. والعالم الآخر في مصر القديمة كان بالنسبة لنا بوابة الحياة، الناس كانتش بتعشق الموت في مصر القديمة حد ذاته، لكن هو كان الهدف من إن الموت ده كان مرحلة وممر للعالم الآخر، عالم الحياة الأبدية والخلود اللي هم كانوا بيعتبروها جنة، زي ما احنا بنعتقد الجنة في العالم الآخر اللي هي حقول إيار. فدي كانت شيء عظيم جدا وفهيم مبكرة للعالم في هذا التوقيت الزمن البعيد من عمر البشرية. صحيح. دكتور في البداية عايز أعرف، هل الملك بيبقى عارف إن هو هيدفن في المكان ده؟ يعني هل هو ده تقليد للنبلاء بيكونوا في المكان ده، ولا الأسرة بعد الوفاة بتقرر يكون موجود في المكان ده؟ طبعا بالنسبة لنا وادي الملوك في البداية كان مقبرة للملوك اللي هم الملوك الحكام بتوع الدولة الحديثة، لكن مع الوقت أضيف دي بعض النبلاء اللي هم يعني نقدر هم الأفراد العائلة الملكة. وعندنا وادي آخر وادي الملكات، ده خاص بالملكات، وفي أيضا بعض الأفراد من العائلة الملكة اللي فيهم مقبرة التالي الملكة الشهيد. لكن عندما يتولى الملك عرش مصر أو حكم مصر يبدأ في التفكير في مقره الأخروي. هو مقره الأخروي هو بناء مقبرة للعالم لكي تنفعه ويستخدمها في العالم الآخر. فلما الملك بيتولى يبدأ أو نحن في التملهم فيه. يعني يا دكتور من البداية من أول ما يتولى الملك يبتدي بعد كده يفكر في أن يبني مدافع؟ لازم، ده شيء مهم جدا في مصر القديمة أنه هو يأمن رحلته في العالم الآخر، لأنه طبعا مهما كان حكمه طويل على عرش مصر سوف يموت فيه من الأيام. أيوة. لكن هدفه هو الحياة الأخروية، فبيبدأ حضرتك يكلف كبير اللي هو المهندسين الملكيين أو رئيس أعمال الملك زي ما كانوا بيقولوا عليه في مصر القديمة، يحط له مقبره او يبني له هرم مثلا. لو احنا بنتكلم على عصر الاسر الرابعه الملك خوف وخفر او منكوره اهرامات الجيزه، فيبدا بناء هذا المشروع. احنا خد بال حضرتك هذه الاعمال يا فندم بتستغرق وقت زمني طويل على اساس ان هو يامن رحلته في العالم الاخر. فيبدا مع اختيار المكان اول حاجه نحت المقبره، بعد كده يبداوا يرسموا المقبره يكتبوا عليها الهيروغليفي، وبعد كده اما الملك يتوفى بيقوم بقى ولي العهد بدفن هذا الملك ووضعه في المقبره ويقتلوا المقبره، والملك طبعا بينام على اساس ان هو يبعث في العالم الاخر مره ثانيه ويحيا حياه ابديه ليس من ورائها فناء بعد الموت الاول. صحيح. هي المقابر مرقمه يا دكتور صح؟ طبعا هي المقابر عندنا مرقمه، وطبعا الترقيم ده يعني استحدثناه يعني كعلماء الاثار في الفتره اكتشاف وادي الملوك، الهدف منها تسهيل مهم. يعني مثلا لما اقول مقبره 62 يبقى انا عارف ان دي بتاعت مثلا الملك توت عنخ آمون، أول 55 دي بتاعت أخناتون. فالأرقام دي في حد ذاتها حضرتك بتسهل على الدارسين والباحثين، يعني زي ما حضرتك تاخدي اسم أنا أخد اسم، فهم بيرقموه على أساس يسهلوا عملية وصف المقبرة، دراسة المقبرة، الإشارة المقبرة في المراجع العلمية. كذلك عندنا في قبر الأشراح الغربي بنقول على تي تي، يعني سيبن توم على المقبرة الطبية رقم مثلا 15 20 90 وهكذا. الهدف منها بهذا الترقيم بنبدأ نعمل هذه المقابر كيان، وإن احنا نقدر نعرفها ونحدد الهوية بتاعتها ونوضحها سواء للدارسين للزائرين. مثلا ما أنا شغال أنا مفتش أسعار في وادي الملوك، أنا أفتح المقبرة 62 وأقفل المقبرة 62 في الأجمع، عندي فيها ترميم، عندي فيها شغل زيارة، لذلك لازم هذه رقم، وهذه الارقام بتؤكد هويه وماهيه هذه الاثار وهذه المقابر. نعم صحيح. طب يا دكتور فكره سرقه المقابر، هل الموضوع ده بدا امتى؟ هل الموضوع ده بدا في وقت الدوله الحديثه ولا الدوله القديمه او الوسطى؟ ويعني وايه الفكره بفكره السرقات؟ الموضوع سرقات المقابر ده موضوع كبير، ممكن نقدر نقول ان اقوى يعني فتره سرقت فيها المقابر بعد نهايه عصر الدوله القديمه. عصر الدولة القديمة ده احنا بنسميه في التاريخ المصري القديم عصر الانتقال الاول. عصر الدولة القديمة اللي هي الاسرات من 3 ل 6
الأسرة الثالثة الأسرة السادسة اللي كان فيهم الملك زوسر اللي بنى الهرم بتاع سقارة المدرج، ثم دخلنا على الأسرة الرابعة خوف وخفرع من كورة أهرامات الجيزة، ثم الأهرامات بعد كده بتوع الملوك الخامسة والستة. ثم حصل انهيار في هذه الفترة فسرقت جميع المقابر، فالمصريين القدماء حصلت صدمة الملوك يعني على أساس أنهم إزاي رغم كل هذه الوسائل التي دكتور معلش أنا عايز بس توضيح في نقطة، هو إيه اللي بيكون أصلا جوه موجود مع الملك بعد وفاته واللي يخلي الواحد ممكن يجي يسرق؟ طبعا بيبقى موجود حضرتك المومياء الملكية بتاعة الملك المتوفى تمام، فالجثمان ده بيبقى موجود فيه الإكويبمنت الأساس الجنزي، والأساس الجنزي بيبقى أشياء عديدة جدا زي ما شفنا مثلا مقبرة توت عنخ آمون، وتعتبر هي المقبرة الملكية الوحيدة التي جاءت لنا كاملة من مصر القديمة. فحضرتك بتشوف الأساس الجنزي اللي هو موجود زي مثلا مقبرة توت عنخ آمون، بنشوف السراير، بنشوف الصناديق، بنشوف الملابس، بنشوف الحلي حضرتك اللي موجود اللي هو الذهب، نشوف التمائم الذهبية اللي هي موجودة كي تحفظ المومياء في العالم الآخر، وأن هي تسهل رحلة المتوفى في العالم الآخر كي يبعث من جديد. كل هذه الأشياء بتغري اللصوص باقتحام هذه المقبرة. أنا حضرتك بتتكلم عن ملك يا فندم فعنده أساس جنزي عظيم جدا، وتوت عنخ آمون ده ملك صغير خد بال حضرتك، يعني حكم وهو عنده 9 سنين وحكم لمدة 9 سنين ومات عنده 18 سنة. فبال سيادتك بقى لو اكتشفت مقبرة عظيمة زي بتاعة الملك خوف أو تحتمس الثالث أو رمسيس الثاني، هل حضرتك انت هتلاقي اثار عديده جدا يا يعني استاذ مايكل ليس لها مثيل؟ فراح ده ملك صغير وجمعت اليه هذه الاثار لانه مات فجاه ودفنوه على عجل، ودي جمعت هذه الاثار من اساس جنزي سابق لملوك سابقين او ملوك كانوا بيعدوا رحله العالم الاخر بتاعتهم. فحضرتك بقى عندك اساس جنزي على اعلى مستوى. لذلك المقابر سرقت في عصر الدوله بعد عصر الدوله القديمه عصر الوسط سرقت المقابر، رغم ان هم عملوا وسائل عديده جدا جدا عشان يضللوا اللصوص، لكن اللصوص نجحوا في سرقه المقابر. فكان بقى الهدف بالنسبه لنا في الدوله الحديثه الملوك المصريين القدماء فكروا في حيله بديعه، ان هو بدا ما يظهر المقبره، حط المقبره في الجبل اللي هو وادي الملوك اللي عندنا ده، وبدل شكلها اي مكان عندنا في الدوله القديمه والدوله الوسطى استعاض يعني استغنى بقمه الجبل اللي هي اسمها الجرنة او القرنة في الصعيد هناك في الاقصر، هي دي مكان المقبره، خفى المقبره داخل باطن الجبل وفصل المعبد اللي هو كان يعني مرتبط به وحطه في منطقه ثانيه خالص عند الحافه الزراعيه. ورغم ذلك سرقت القبر باستثناء مقبره توت عنخ آمون المقبره الملكيه الوحيده زي ما قلت لحضرتك. ليه بقى؟ لان طبعا مقبره توت عنخ آمون جه ملك اخر بعده في الاسره العشرين اسمه رمسيس السادس، العمال بتوعه وهم بيبنوا المقبره شالوا الرديم، الرديم اللي هو التراب المستخرج من نحت هذه المقبره او حفر هذه المقبره، رموه على مدخل مقبره توت عنخ امون، فده خلى اللصوص ما يعرفوش المدخل بتاع مقبره توت عنخ امون لحد ما اكتشفها كارتر كامله في 4 نوفمبر 1922. يعني هو ده يا دكتور اللي كان السبب في اكتشاف وادي الملوك عموما، لان هم المكان زي ما حضرتك بتقول منعزل ومخفي والمفروض ان هم محدش يعرف، فتم اكتشافه ازاي؟ هو طبعا اللي بدا العلماء يشتغلوا عليه من منذ فتره. لا هو المكان معروف طبعا، لكن حضرتك تطلع كل المقابر اللي داخله هو ده كان الجديد في يعني المقابر هي اللي مش معروفه لكن معروف ان ده وادي موجود. اه يعني مثلا هقول لحضرتك حاجه، اكبر مثال ان توت عنخ امون يعني احنا عندنا ذكر في التاريخ لتوت عنخ امون لكن مش عارفين مقبرته فين. فلما جه كارتر قعد يدور على هذا الملك لفتره زمنيه طويله، قعد يحفر في وادي الملوك لمده 5 سنين من 1917 ل 1922 واكتشف هذه المقبره، رغم ان الناس قبل منه قالوا خلاص وادي الملوك لفظ كل ما به يعني ما عادش في حاجه خالص وان ما فيش مقبره ثانيه، لكن كارتر لم يكن ييأس وكان بيمده بالتمويل واحد بريطاني اسمه اللورد كارنرفون، وبدا يحفروا هناك وطلعوا المقبره في 4 نوفمبر 1922، وما تزال بعثات مصريه تحفر واجنبيه في وادي الملوك البحث عن مقابر اخرى، والوادي يعني مليء بالاسرار. وطبعا كل يوم في الاثار زي ما حكي حرفه بنرمين بنعرف حاجات جديده. صحيح دكتور، في حاجه كده تبقى درجه ما بين الناس دايما لما يبقى في اكتشاف اثري، يعني هل الموضوع ده يعني في كلمة دايما المصريين يقولوها، كلمة تقول لك لعنة الفراعنة لو فتحنا المقبرة دي وشوفنا اكتشاف ده؟ ودي كمان أنا لاحظت كمان يعني بتبقى موجودة كمان ما بين الأثريين، دايما يقولوا لبعض كده، وبعد ساعات بتصادف بعض الأمور الطارئة، بعض الحوادث أو بعض الظروف. ما حقيقة يعني فتح أي مقبرة جديدة فيما يصيب الشخص بلعنة الفراعنة؟
هو طبعا ما فيش حاجه اسمها لعنة الفراعنه. لو حضرتك جيت تبص للحقيقه التاريخيه وراء الموضوع ده استاذ مايكل، هتبص تلاقي ان هذا الامر حدث بعد اكتشاف مقبره توت عنخ امون 1922. قبل كده حضرتك ما كانش عندنا حاجه اسمها لعنة الفراعنه. لما كارنرفون مات، لما حصلت حوادث كتيره جدا للناس اللي اشتغلت في المقبره، يعني كان في واحد اسمه مهدي بيه برضه كان بيعمل معرض توت عنخ امون، ضربته عربيه قدام المتحف المصري. واحد تاني اسمه جمال محرز، ده كان جمال محرز ده كان بتاع اثار اسلاميه، وقال لك مفيش لعنه فراعنه، مات رغم ان هو كان بتاع اثار اسلاميه، عمره ما اشتغل في الاثار المصريه القديمه. فحصلت حوادث عديده جدا حضرتك، بدات هذا المصطلح يشيع في العالم كله. ليه بقى؟ نتيجه ان لان تايمز اللي هو التايمز البريطانيه، هذه الصحيفه هي التي كان موكلا لها بشكل حصري ان هي تصدر الاخبار والتحقيقات الصحفيه عن اكتشاف مقبره توت عنخ امون. فلم تكن الصحف البريطانيه الاخرى لديها اي شيء تقوله بحيث ان هي تجذب القراء، فبدأ مصطلح شائع في العالم كله منذ ذلك التاريخ. لكن الحياه العلميه بقى بترجع ليه حضرتك؟ لما سيادتك بتقفل المقبره وحضرتك حاطط في المقبره مواد ادويه كثيره اللي هي الاكل المتوفى اللي هو اللي ميت يعني المفروض ياكلوا او يستخدموا في العالم الاخر زي ما كان بيستخدموا في الحياه الاولى اللي هو كان صحيح. فهذه الاشياء يا فندم استاذ مايكل دي تتحلل وتتعفن وتصدر عنها بكتيريا وغازات سامه، فحضرتك لما تخش المقبره تتنفس تشم هذه الحاجات لا قدر الله حضرتك ممكن تموت. فاحنا بنعمل ايه بقى؟ اول ما نكتشف مقبره نسيبها مفتوحه لمده اسبوع او اكثر بحيث ان تتحلل كل هذه الاشياء وتخرج كل هذه الغازات السامه والبكتيريا والحاجات المتعفنه دي واللي بقت لالاف السنين، بحيث ان لما حد يخش ما يشمهاش يموت. وفي نفس الوقت ما احلقش دقني عشان برضه المسام بتاعها دي ما تخشش منها اي بكتيريا او اي حاجات مضره دي الاسم الانسان. فدي الحاجات اللي احنا كاسرين بنعملها على اساس ان احنا نحمي نفسنا. صحيح. لكن ما فيش حاجه اسمها لعنه الفراعنه زي ما قلت لحضرتك، هذا ترم او مصطلح اخترعه الصحفيين البريطانيون ما كانش عندهم عشان يقولوا اي حاجه. هستاذنك بس دكتور الصوت بيقطع، لو حاجه تكون في مكان فيه شبكه افضل. بقول لسعادتك ان كانت تقريبا عندنا مشكله في الاتصال لغايه ما يرجع معنا الدكتور حسين. فكره الحديث عن بعض الامور، يعني دكتور كان بيقول قبل فقد الاتصال بيتكلم عن لعنه الفراعنه والرواج ليها وفكره، هو قال بمنتهى البساطه كمان، واستاذنا الكبير العالم الكبير الاستاذ زاهي حواس دكتور زاهي حواس كان بيقول كمان نفس الفكره اللي قالها الدكتور حسين برضو، فكره المقبره بتبقى مقفوله لالاف السنين يكون فيها مواد عضويه بتتحلل جواها بكتيريا، فبتتفتح المقبره وبعد شويه بيسيبوها تتهوى كده بالبلد لغايه ما الهواء النظيف يخش، وبعدين بيخش يشوفوا بقى الحاجات دي كلها. كان فكره احنا نطلع شائعه. فكرت في حاجه بقى، والمقبره مفتوحه كان مفيش حاجه بتتسرق. يعني دكتور قبل ما نفقد الاتصال كنت حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه جدا، فكره عبقريه الملوك وعبقريه البنى في المقابر، وفكره كان عندهم وعي بعد كده ان ممكن المقابر دي بتتسرق. ايه الحيل اللي كانوا بيعملوها عشان يقدروا يحافظوا اكبر وقت او ما حدش يقدر يخش، او الخدع اللي كانوا بيستخدموها؟ يعني لو بصينا لعصور تانية يا استاذ مايكل، مثلا عند حضرتك الدولة الوسطى، لو بصينا للهرم بتاع الملك امنحات الثالث في هوارة، عملوا حاجة زي بيسموها المتاهة او اللابرينت. متاهة يعني تخش حضرتك ما تعرفش حجرة الدفن فين، وتمشي تحت الهرم مسافة طويلة جدا جدا وحاجات مضللة. ورغم كده لما اللصوص وصلوا المقبرة بعد عذاب طبعا، ولعوا في المقبره على حجره الدفن على اساس ان هم يعني اتضايقوا بعد هذا المجهود الطويل يعني وهذه المشقه، ولو ما فيش اي حاجه يعني تبل رئهم زي ما بيقولوا. عندنا ايضا بعض المقابر مثلا بنوها في اماكن خفيه زي ما قلت لحضرتك، وادي الملوك نفسه، ورغم كده برضو اللصوص نجحوا ان هم يصلوا لهذه المقابر. ليه بقى؟ لان عاده العمال اللي كانوا بيقوموا بالعمل في هذه المقابر كانوا بيعرفوا المكان بتاع هذه المقبره، وهم اللي كانوا ممكن يسرقوا، هم اللي كانوا احيانا بيرشدوا عن هذه المقابر، خصوصا فترات الاحتلال والضعف. يعني فتره القوه ما كانش بيحصل فيها سرقات، لكن تيجي فترات الاحتلال بعد فترات الازدهار بيحصل كده. الدليل برضو ان الكهنه في اسره 21 و22 خدوا المومياوات بتاعه الملوك الفراعنه وحطوها في خليه الدير البحري
وعندنا مقبره ام الحطب الثاني، فعملوا هذه الخبايا لكي يحافظوا على اثار ملوكهم واجدادهم الفراعنه بالضياع. وكذلك عملوا خبيه الكرنك، دفنوا التماثيل هناك، وخبيه معبد الاقصر دفنوا التماثيل هناك واكتشفناها بعد كده. فكل هذه الخبايا الهدف منها زي ما حضرتك عارف ان نحافظ على تراث الاجداد من السرقه، وبيقوم بيها ملوك اخرين او حكام او مصريين اخرين في فترات لاحقه كي نحافظ على اثار الاجداد السابقين. دكتور حسين، لو ادينا الناس كده فكره عن مقبره نفرتاري. مقبره نفرتاري طبعا تعتبر من اجمل المقبرات، يعني قصه جميله من اجمل قصص الحب الخالده في مقبره نفرتاري في وادي الملكات في جبان الطيبه في البر الغربي. طبعا هذا المكان اطلق عليه طاء ست نهرو بمعنى المكان الجميل، وخصوصا وادي الملكات لدفن ملوك واميرات وامراء نصرتين 19 و20 في عصر الدولة الحديثة، وضم حوالي 70 مقبرة أهمهم بالطبع مقبرة الملكة نفرتاري اللي هي جميلة الجميلات، اسمها طبعا من العامية المصرية حلاوتهم أو أحلاهم زي ما احنا بنقول عليها كده في الريف المصري أو في الحارة المصرية حاليا. هي طبعا زوجة رمسيس الثاني الملكة العظيمة، هذه المقبرة تمتاز بجمال روعة المناظر اللي موجودة فيها. اكتشفتها بعثة إيطالية بدأت تتعلم آثار إيطالي اسمه إرنستو سكايباريلي 1904، وطبعا منذ ذلك الحين اطلع العالم على إطلالة فريدة وجميلة من الفن المصري القديم الذي يحوي العديد من الأسرار والجمال وأشياء لم يبح بها من قبل، وبيؤكد على جمال دقة التصوير والرسم وجمال الألوان. عندنا مساحة حوالي 520 متر حضرتك إلى بتصور الملكة نفرتاري في مناظر بديعة داخل هذه المقبرة العظيمة جدا جدا، واللي تعتبر يعني نقدر نقول أيقونة في الجمال وفي الفن. بنشوف الملكة بتلعب الشطرنج، بنشوف بتتعبد بالمعبودات، بنشوف الآلهة، بانوراما حضارية جمالية دينية، دراما أحداث عظيمة جدا داخل هذه المقبرة العظيمة التي تعتبر من أجمل المقابر مش في مصر بس في العالم كله. ورمسيس الثاني الجميله نفرتاري وقال عنها جمله جميله جدا كتبها على المعبد بتاعه في سمبل التي من اجلها صحيح. دكتور حسين، بعد اذن حضرتك عايز اسالك سؤال شخصي شويه. ليه دايما كل الاثريين كل العلماء في هذا المجال زي حضرتك كده بحس ان تبقوا مبسوطين جدا وانتوا بتسردوا التاريخ وعظمة التاريخ، كلكم عندكم كمان سرد قوي وجميل وبيبقى الواحد عايز يقعد يسمع كتير وكتير ويتعلم، ليه كلكم كده شاطرين في السرد وبتبقوا فرحانين وانتوا بتتكلموا عن تاريخ واثار مصر؟ هو انه العشق يا استاذ مايكل، يعني زي ما حضرتك بتتكلم عن حبيبتك وبتعشقها وبتتغزل بيها جمالها وجمال عينيها وشكلها واخلاقها وعيلتها، فحضرتك لما بتحب حد والحب درجه من العشق، لكن العشق هي الدرجه الاعلى من الحب. صحيح. فالعشق او باشن بالانجليزي زي ما الاجانب بيقولوا هو ده، لو حضرتك بتحب الحاجه تعملها كويس، لكن لو بتعشقها تعملها احسن واحسن. صحيح صحيح صحيح. دكتور حسين، يعني لو نحب بقى نوجه كلمة كده للناس اللي ما راحتش وادي الملوك وادي الملكات طبعا والسياح كمان والمسؤولين، يعني لو عايزة أوجه كلمة أو حضرتك توجه كلمة للرعاية أكتر بالوادي أو التعريف أكتر بالأماكن هناك والعناية تكون إزاي؟ والله وادي الملوك وادي الملكات دول من أجمل الأماكن، وبالذات مقبرة الملك توت عنخ آمون، وبنشوف هذه المقبرة العظيمة ومقبرة الملك رمسيس السادس ومقبرة الملك سيتي الأول، بنشوف قد إيه مصر عظيمة وقد إيه مصر جميلة وقد إيه مصر كانت سيدة العالم. وأنا دايما بقول إن مصر هي أول كلمة في كتاب التاريخ وأهم موقع في كتاب الجغرافيا، وإن مصر هي سيدة العالم ثقافيا قديما وحديثا، وإن مصر قادرة بجمالها وبآثارها وبعظمتها إن هي تبهر العالم وترسل رسالتها الحضارية القائمة على التسامح والحب والسلام والعدل والعلم للعالم كله. لازم نروح نزور هذه الاماكن. لو رحنا وادي الملكات هنستمتع جدا بجمال مقبره الملكه نفرتاري، واتمنى ان هذه الاثار ايضا تفتح ليلا للزائرين، خصوصا طبعا زي ما حضراتكم عارفين الاقصر بتبقى حر في الصيف تحديدا، فلو هذه الاماكن يعني اعتقد وزاره السياحه والاثار لو قامت بهذا الدور وفتحتها ليلا ان شاء الله تجتذب عدد كبير من الزوار. احنا عندنا حوالي 5-6000 واحد بيزوروا الوادي في اليوم، نتمنى ان شاء الله تعالى ان هم يصلوا لخمس اضعاف حوالي 25,000 سائح اليوم كي نزيد من الدخل لمصر القومي للسياحه وتعريف الناس باثارنا. الاثار دي
هي بالنسبة لنا خير سفير وخير رسول للعالم كله، ومن خلالها بنأكد أن مصر دائما صداقة ورائدة، وهي معلمة البشرية، وهي صاحبة الحضارة التي نهل منها العالم كله، والعالم كله يقف طفلا أمام الحضارة المصرية القديمة العظيمة. علشان كده دكتور بصراحة ليه طلب، يعني في صوتنا يروح للمسؤولين، ياريت كل المواقع الأثرية المهمة يكون في حد بيشرح، لأن احنا لما بنروح الأماكن عفوا يعني بالنسبة لنا الموضوع مش بيبقى معروف، عايزين حد يقعد يفهمنا. ده رقم واحد. رقم اتنين، أنا بقول رجاء لكل مصري، كل شخص واعي، من فضلك تحافظ على الأثر. لما تبقى موجود في مكان تتعامل مع الأثر بيعني كأنك بتعمل حتة كده من جسمك. يعني أنا بشوف دايما الأجانب لما بيجوا بيتعاملوا بشكل راقي جدا، واحنا بتلاقي حد واقف، طبعا قله طبعا يعني اللي بيستخدم حجاره ويكتب على الحيطه او نفسي بس طلبين دول، يعني الطلب الاول للمسؤولين والطلب الثاني يكون للشعب المصري بشكل عام. والله فعلا في بعض الاماكن، اماكن كتيره جدا يا استاذ مايكل، في مجلس اعلى الاثار بنوفر فعلا يعني زمايلنا الاثريين بيشرحوا للناس ببلاش، سواء في المتاحف او في المواقع الاثريه. طبعا الاجانب زي ما حكى عارف بيجوا تبع الشركات السياحيه ومعاهم مرشدين سياحيين، هم طبعا ليه هم بيجلوا هذه الاثار استاذ مايكل؟ وسيادتك اثرت سؤال مهم جدا ومعلومه دقيقه للغايه، لان خد بالنا عليك، هؤلاء الاشخاص يتعلمون تاريخ مصر القديمه منذ ان كانوا اطفالا صغارا، فاحنا لازم نغرس في الشباب وفي الاطفال حب مصر والانتماء من خلال تدريس الهيروغليفي في المدارس، من خلال تعريف الناس بالحضاره، زياده الوعي الاثري. كان عندنا مشروع طموح جدا للوعي الاثري وطبقناه لمده 9 سنين واستمر، حاجه عظيمه جدا، لكن احنا لما نحب اثارنا نخاف على اثارنا نهتم بيها نحافظ، زي الاجانب. الاجانب بيبقى جاي حاسس ان هو داخل معبد مقدس حضرتك، سواء كان مسلم مسيحي يهودي، بتلاقيه واقف يشعر او ما عندوش حتى دين، يشعر بالجلال وبالعظمه امام هذه الاثار المبهره، فهو زي تلميذ في المدرسه تلقى العلم وينهل من الجمال والثقافة والسحر بتاع الحضارة المصرية القديمة، هو تربى على كده. احنا مفروض نربي ولادنا واطفالنا على هذا الكلام، بحيث ان حضرتك تنشئ جيل يعشق الحضارة ويقدس الجمال ويحترم هذا الجمال ويحافظ عليه. يعني بنشكر حضرتك جدا دكتور حسين على هذه الجولة والاستفاضة في الشرح والعشق للأثار. واضح طبعا يا فندم دكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الأثار بمكتبة الإسكندرية والمشرف على مركز الدكتور زاهي حواس للمصريات، كنت معنا على الهاتف يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. نستمتع وبيكون عندنا فخر وإحنا بنتكلم عن تاريخ مصر، وطبعا اللي ما عندوش تاريخ ما عندوش حاضر يعني، ونتمنى كمان ان احنا نحافظ على اثار بلدنا ويكون عندنا وعي وفكر. كده حلقتنا خلصت النهارده، استنونا بكره قبل الميعاد بساعتين. صباح الخير عليكم وصباح نور.